وللمزيد حول تطورات الأوضاع على معبر رفح البري معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بداية اطلعنا عن آخر التطورات بشأن خروج المصابين من قطاع غزة ووصولهم إلى معبر رفح ثم دخولهم إلى القاهرة ومصر. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل صباح اليوم دخلت الدفعة الأولى من سيارات الإسعاف المصرية من بوابة معبر رفح المصرية وصولا إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث بدأت هذه السيارات في تحميل المصابين من الأشقاء في فلسطين ليتم علاجهم هنا في محافظة شمال سيناء. حددت المحافظة عدة مستشفيات في مدينة الشيخ زويت ومدينة العريش وأيضا مدينة بئر العبد، حيث مستشفى الميداني في الشيخ زويد الذي تم إنشاؤه خلال الأيام السابقة، ومستشفى العريش العام في مدينة العريش، وأيضا مستشفى بئر العبد في مدينة بئر العبد. دخل بالفعل منذ ساعتين أو 3 ساعات تقريبا، دخلت الدفعة الأولى من المصابين ما يقرب من 10 سيارات، دخلوا محملين بالمصابين منهم الأطفال والسيدات والرجال بالمرافقين الذين دخلوا إلى محافظة شمال سيناء إلى الأراضي المصرية، وتم توزيعهم بالفعل على المستشفيات التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف قد قاموا بجولة لهذه المستشفيات ليطمئنوا من استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال المصابين من الأشقاء في فلسطين. ولكن أيضا بالتزامن مع خروج المصابين من الأشقاء في فلسطين، أيضا دخل عدد كبير من الشاحنات، ما يقرب من 20 شاحنة دخلوا اليوم إلى معبر رفح، عبروا من بوابة معبر رفح المصرية ليتم تفتيشهم من قبل قوات الاحتلال، ثم يذهبوا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وحزب الهلال الأحمر الفلسطيني. وكما ذكرتم تم تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني 217 شاحنة من المساعدات حتى الآن، هذا بالإضافة أيضا لتجهيز عدد كبير من الشاحنات هنا في مدينة العريش التي كانت تعد مخزنا كبيرا لهذه المساعدات التي تأتي من 29 دولة و14 منظمة، بالإضافة لي بالطبع المساعدات الأساسية والرئيسية أو أكثر من نصفهم تقريبا من جمهورية مصر العربية. يتم تجهيز هذه الشاحنات لتذهب إلى معبر رفح المصري لتكون ضمن الدفعات المختلفة التي تدخل للتخفيف عن الأشقاء في فلسطين وتحديدا المستلزمات الطبية والأدوية. أيضا في نفس ذلك الوقت دخل بالفعل عدد كبير من مزدوجي الجنسية من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري. هل اليوم فقط يا كريم ولا سيستمر خروجهم لعدة أيام؟ تسهيل الإجراءات من الجانب المصري. نعم. إذا تحدثنا عن المصابين فسيارات الإسعاف ما زالت مستمرة حتى الآن في الذهاب إلى معبر رفح المصري، رصدنا عدد كبير من السيارات الإسعاف التي خرجت بمصابين وتم إنزال المصابين في المستشفيات، عادت مرة أخرى لمعبر رفح المصري لتدخل مرة أخرى للمصابين أو للأشقاء في فلسطين. أنا الآن في مدينة العريش، تحركت من رفح وصولا إلى العريش لأرصد هذه السيارات والمصابين، فتحركت عودة مرة أخرى لمعبر رفح. أما مزدوج الجنسية لا يمكن تحديد ما إذا كان سيستمر هذا الباب مفتوح لمزدوج الجنسية للدخول إلى الجانب المصري أم لا، لأن هذه كانت ضمن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وضغوطات ودبلوماسية مصرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية في مقابلها دخول أيضا مزدوجي الجنسية. دخل اليوم عدد كبير من مزدوجي الجنسية وما زالت الآن تدخل أعداد أكثر، رصدنا أيضا ممثلين عن السفارات المختلفة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، من ممثلين من الأردن، ممثلين من اليابان، من أستراليا وعدد آخر من الدول، لكن لا يمكن تحديد إذا إلى متى سيتم فتح الباب لمزدوجي الجنسية للدخول، وهم عددهم اليوم بين 300 إلى 500 مزدوجي الجنسية من المفترض أن يدخلوا بالفعل عبر معبر رفح المصري. نعم. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من معبر رفح البري، شكرا جزيلا لك.